هشام خرمة عزف للأطفال في مستشفى 57 357، حلو قوي. وده كان حاجة يعني بتسمى العلاج أو الثيرابي بالموسيقى اوكي وبالفن عامة. اوكي عزف هو والباند بتاعه في للأطفال، وده بعد ما هو اوريدي عمل سيشن كده كتير للناس في الساحل وفي الأوبرا وفي أماكن كتيرة جدا، كان بيعمل السيشنز دي بتاعة العلاج بالفن، وقرر إن هو يروح يعملها في مستشفى 57، ما ودي حاجة بجد جميلة جدا. ده حقيقي. أنت أصلا يعني مؤمنة بفكرة العلاج بالفن؟ اكيد ده حقيقي، بالذات هل بالمزيكا كمان. يعني بحس انه من غير حتى ما تبقى من غير ما تبقى حاجه حتى مدروسه، انت نفسك لما تسمعي مزيكا لو انت متضايقه او في مود او الفايب بتاعتك مش احسن حاجه، المزيكا بتاثر عليكي. مظبوط. المزيكا عامة يعني لو كمان لما بتدخلي كده تقري في المواضيع في الموضوع المزيكا ايوه والعلاج بالثيرابي بالميوزك وبالارت وكده، تلاقي ان اصلا كل فريكونسي للمزيكا بتأثر على حاجة في المخ وبتأثر على واو حاجة في النفسية. فطبعا احنا عارفين ان المرض ده هو الاكتر بيبقى بيعتمد على النفسية، بالضبط فلما الواحد نفسيته بتتحسن ومزاجه ودماغه وكل حاجة، هم أكيد ده بيساعد في الثيرابي بتاعهم. ده حقيقي. وبجد شابوه لهشام خرمة. فكرة حلوة جدا الصراحة، خصوصا كمان المستشفى بقى لها فترة بتمر بمشاكل، بتمر بشوية مشاكل مالية، وناس كتير قوي كانوا بجد حاولوا يساعدوا وفعلا قدروا ان هم يكملوا يعني. فحلوة قوي انه هي شوية بيعملوا بروموتنج برضه للمستشفى، شوية بيساعدوا بجد للتبرع الأطفال بالظبط التبرعات، وشوية كمان بيعملوا بروموتنج للفكرة عامة، فكرة زي ما انت قلتي العلاج بالموسيقى او العلاج بالفن، يعني لان دي حاجه مش منتشره قوي في مصر. عايزه اقول لك انه كمان في حاجه اسمها العلاج بالضحك، يعني ده ثيرابي ده برضه، لو محتاجين ده ويبقى بيبقى جروب بجد لما تقري برضه في الموضوع انه بتبقى جروب ثيرابي بيقعدوا يضحكوا بيفورس ذيم سيلفز ان هم يضحكوا لحد ما يبداوا يعني من يضحكوا غير ما بجد. حد يقول حاجة تضحك بالظبط افضل اقعد دي اضحك من كده. الطرق اللي بيستخدموها في العلاج بالضحك. ففعلا في طرق كتير جدا مختلفة، لان زي ما انت قلتي في امراض كتير، مش بس مرض السرطان، في مرض امراض كتير جدا بيكون علاجها الاساسي او اكبر يعني مسبب فيها او اكبر حاجة بتساعد على التحسن هي النفسية النفسية بالظبط كده. فبالتالي بيبقى حلو قوي انه يعني في الفكرة دي، وانها فكرة واتنفذت. يعني انا حابة جدا ان هي اتنفذت على طول، مش اللي هو بقى نقعد نتكلم ونقول هنعمل، هي اتنفذت على طول واتعملت، وانا متاكده ان هي اثرت في في ناس الأطفال كتير. يعني. بالظبط وهشام خرمة برضو الفكرة إن هشام خرمة ده هو حد كبير جدا، يعني هو بالظبط بالظبط، مش حد مؤلف مبتدئ يعني، وهو أصلا يعني well known عالميا، ده حقيقي والمزيكا بتاعته بجد رهيبة ده يعني. حقيقي. ده فكون إن هو لأ يعني يعمل حاجة as simple as this، إن هو يروح ويعمل دي as a donation، أو إن هو يعني بيشارك في يساعد حاجة، الاطفال في حاجه زي دي دي بطريقه حاجة زي بجد جميلة حلوه قوي، أوي. ابريشيتد جدا كمان. ويعني نحب ان احنا من هنا نشجع الناس ان اي حد يقدر يعمل حاجه زي كده، definitely go for it يعني. انت عارفة ممكن يعني في بنات عامة او جروبس كتير بيروحوا، بس يعني احنا مش بنعمل اي حاجة غير ان احنا رايحين نلعب مع الاطفال بالظبط ونديهم وقتنا ونديلهم مثلا شوية العاب بسيطة او حاجة حلوة بسيطة، ونفرح الناس دي. بجد هم يستاهلوا ان هم يعني كده شوية psychologically نساعدهم يعني. ده أكيد.